السلام عليكم متابعين الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة من أحلى وأسهل وألذ الوصفات اللي ممكن تجربيها، مش هتاخد معاك وقت خالص وكمان هتعجب كل العيلة. قبل ما نشوف مقدمنا أتمنى ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. ولو بتشوفوا قناتي الأول مرة أتمنى عمل جولة سريعة على محتوى القناة، بإذن الله هتعجبكم. بنقدم عليها مجموعة جديدة من الوصفات والحلويات وكمان أهم الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفيديوهات اللي بإذن الله ستنال إعجابكم. زي ما احنا شايفين يلا بينا على طول نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف هنعمل وصفتنا ازاي. جبت كمية من الموز بالشكل ده واخدت الموز بتاعي وغسلته كويس، وبعد كده هنبتدي نشيل الجوانب بتاعت الموز وهنبتدي نقطعه كل واحدة لنصفين بالشكل ده. قطعت كل الموز، وطبعا في البداية زي ما بقول لكم اغسلي الموز كويس وبعد كده قطعيه بالشكل ده. هنجيب حلة على النار، المية بتاعتنا سخنة بالشكل ده، هنحط فيها كل كمية الموز اللي احنا قطعناه، وبعد كده هنضيف ربع معلقه صغيره من البيكنج صودا عليها عشان الموز بتاعنا ما يسودش. هنسيب الموز بتاعنا على النار، مش بياخد وقت كتير، يعني حوالي من ربع ساعه لتلت ساعه على النار، ما بياخدش وقت خالص لحد ما يتسلق. وهنا هنشوف وصفتنا هنعمل فيها ايه بعد الموز بتاعنا ما يتسلق. زي ما احنا شايفين ادي الموز بتاعنا خلاص كده استوى بالشكل ده، ولو نلاحظ كمان هنشوف دلوقتي لونه محافظ على لونه بسبب البيكنج صودا اللي حطيناها فيه. ادي دلوقتي هنشوف بقى وصفتنا. اخدت الموز وطبعا شلت القشر من عليه وصفيته من الميه الموجوده فيه، لو في بواقي ميه صفيها. زي ما احنا شايفين انا صفيته شويه من الميه، وبلاقيت باقي لقيت فاضل كمان شويه من بواقي الميه صفيتهم هما كمان. ودلوقتي هناخد الموز بتاعنا وهنبتدي نهرسه جامد بالشكل اللي هنشوفه، وزي ما احنا شايفين لون الموز بتاعنا محافظ على اللون. هنبتدي بوسطه اللي هنا الشوكه او بوسطه معلقه موجوده عندك، هنبتدي نهرس الموز بتاعنا كويس. طبعا هنا وصفتنا الموز مسكر، عايزه تحطي اي تحليه انت حابه تحطيها. طبعا هنا وصفه الموز، الموز بعد ما بيتسلق ما بيبقاش مسكر، يعني هو بيبقى مسكر شويه بس ما بيبقاش مسكر زي طبعا وصفه الموز زي الموز وهو طبيعي وهو لسه ما اتسلقش. طبعا هنا في وصفتنا ممكن تضيفي السكر او ممكن تضيفي العسل، زي ما احنا شايفين انا ضفت كميه من جوز الهند وضفت كمان كميه من المكسرات السوداني اللي عاملاها في الكب، وبعد كده هضيف شويه من العسل. عايزه تضيفي سكر، طبعا هنا التحليه انا ما قيمتهاش، التحليه هنا على حسب التحليه اللي انت حباها، او هنا طبعا على حسب كميه السكر اللي بيحبوه ولادك. حطيت هنا حوالي 4 معالق من العسل على الموز وبعد كده قلبتهم بالشكل ده. وانت بتضيفي السكر او العسل اعملي حسابك ان الموز مسكر شويه. زي ما احنا شايفين خلاص كده الموز هرسناه وضفنا له الاضافات اللي احنا محتاجينها. هنجيب في الحله بتاعتنا على النار، هنحط هنا مقدار 3 كوبايات كبار من اللبن، هضيف عليهم مقدار من النشا حوالي من 3 معالق لأربع معالق من النشا لحد ما نشوف القوام هنا الخليط بتاعنا. ضفت كمية من النشا، وطبعا مش مولعين النار، هنقلب الخليط طبعا قبل ما تولعي النار. وبعد كده التحلية بتاعتنا انا حليت كمان هنا باقي الوصفة، حليتها بالعسل، عايزة تستبدليها بالسكر على حسب الموجود عندك. حطيت كمية من العسل والتحلية برضو على حسب هنا الكمية اللي انت محتاجها. حطيت كمية من العسل وقلبتها مع النشا واللبن، ودلوقتي مولعين النار وهنبتدي طبعا ايدينا في الخليط على طول لحد ما ياخد القوام اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض. القوام هنا هيبتدي يتقل معانا وهياخد القوام اللي هنشوفه. زي ما احنا شايفين القوام هنا بقى انسيابي وتقيل بالشكل ده، وهو ده القوام اللي انا محتاجاه. هنا الخليط بتاعنا لا بيبقى خفيف ولا بيبقى تقيل جامد. هنشيل هنا الخليط بتاعنا من على النار يهدى شويه، ودلوقتي هنشوف بقى وصفتنا هنكملها ازاي. جبت صينية بتاعتنا وحطيت فيها ورق زبدة وحطيت فيها كمية من جوز الهند، كترت كمية جوز الهند، وبعد كده هنصب الخليط على خليط جوز الهند. بعد كده زي ما احنا شايفين هبتدي اصب خليط هنا النشا واللبن عليها بنفس الخطوات، وهبتدي اوزعها على خليط جوز الهند. زي ما احنا شايفين مع بعض هو ده القوام هنا اللي انا محتاجاه. دلوقتي هبتدي اوزعه بالشكل ده، ودلوقتي هيجي دور الموز وهبتدي افرده فوق الخليط بتاعنا. ممكن تسيبي الخليط يهدى شويه وبعد كده تحطي الموز، ولكن هنا انا هنشوف دلوقتي يا دوبك بس سيبته هدى شويه صغيرين خالص، وبعد كده هنحط خليط الموز بتاعنا. جبت الموز هنا، ممكن الموز تحطيه بالطريقه ديت او ممكن تحطيه على كيسه وبعد كده تفرديه عليها بنفس الخطوات، يعني ممكن تحطي الموز بتاعك ما بين كيستين وبعد كده بواسطه النشابه بتاعتك تبتدي تفرديه وتنزليه عليها، هي هتبقى طبق متساوي. ولو حابه تحطيه كده ممكن تحطيه كده بالخطوات دي زي ما احنا شايفين، وبعد كده هبتدي اوزعه. نحاول طبعا نوزع الموز كويس بنفس الخطوات كده. بعد كده بقى الاضافات اللي جايه بعد كده ممكن تضيفيها وممكن تستغني عنها. لو حابه بقى تزودي هنا الوصفه بتاعتك ضيفي كميه من المكسرات. جبت كده هنا زي ما احنا شايفين كميه من السوداني وابتديت احطهم، وفي النهايه كان عندي هنا صوص شوكولاته حطيت شويه منه على الوش.
طبعا هنا لو عندك نوتيلا او عندك هنا اي نوع من الشوكولاته ممكن تضيفيها عليها. عندي هنا كميه من صوص الشوكولاته بالشكل ده، ابتديت احطه بشكل عشوائي. طبعا هنا بعد كده لما نيجي نقدم وصفتنا هنا صوص الشوكولاته او طعم الشوكولاته هيديها طعم حلو مع الوصفه. وحط الوصفه بتاعتنا نص ساعه في الثلاجه لحد ما تتماسك، مش هتاخد وقت كتير خالص في الثلاجه، حطيتها هنا نص ساعه. وبعد نص ساعه طلعتها وهنقطعها مع بعض بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي. من احلى واسهل والذ الوصفات اللي ممكن تجربيها. اعمليها لاولادك في الشتاء والباب ده زي ما احنا شايفين. هنبتدي هنا نقسمها بالشكل ده وهنبتدي نقدمها بنفس الخطوات على هيئه قطعتين بالشكل بتاعنا. وادي هنا وصفتنا زي ما احنا شايفين، هنقطعها بطريقه سهله جدا وهنبتدي نقدمها ونحطها في طبق التقديم. اعمليها بقى زي ما احنا شايفين، طريقه تقديمها سهله جدا بالشكل ده. ممكن تحطي كمان وانت بتقدميها على الوش شويه من صوص الشوكولاته هيديها طعم حلو. وصفه سهله واقتصاديه وعملناها بكل سهوله، وادي وصفتنا في طبق التقديم من احلى واسهل والذ الوصفات اللي ممكن تقدميها لعيلتك في الشتاء والباب ده، بالاضافه كمان ان وصفتنا وصفه مغذيه جدا للاولاد. نقطع بقى ونشوف، وهنشوف دلوقتي وصفتنا من احلى والذ الوصفات باذن الله لما تجربوها هتعجبكم. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم، واتمنى ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناه، واستنونا باذن الله في وصفات جديده. ولو بتشوفوا قناتي لاول مره، اتمنى اعمل جوله سريعه على محتوى القناه هتعجبكم جدا. طعم الوصفه باذن الله هيعجبكم لان طعمها لذيذ جدا. والسلام عليكم ورحمة الله.